للمزيد ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان، بعد التحية، ما هي تفاصيل الهجوم الذي وقع في نيالا وكيف تمكن الجيش السوداني من صده؟ هذا الهجوم الذي قاعد به غارة دعم السريع المحلولة تم في منتصف النهار. هاجمت غارة الدعم السريع الفرقة 17 المشاهة بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور من 4 محاولة، وكان هجوم كبير. يعتبر هذا أكبر هجوم تقوم غارة الدعم السريع المحلولة على حامية مدينة نيالا. الفرقة 16 المشاهة فرقة كبيرة جدا في هذه المدينة المهمة والاستراتيجية. هذه المدينة هي تعتبر المدينة الثانية من ناحية عدد السكان في السودان بعد العاصمة الخرطوم. قوات الجيش سلطت على هذا الهجوم الكبير وكبرت على حسب الموقف العملياتي اليومي الذي أدى به الناطق الرسمي باسم الجيش. كبرت قوات الدعم السريع خسائر في الأرض، وقال الناطق الرسمي باسم الجيش أن قوات الدعم السريع استعانت بعدد كبير آلاف من المرتزقة في الهجوم على مدينة نيالا. وهذا الهجوم يعني ليس الأول وليس الثاني، بل هذا الهجوم تكرر كثيرا من قوات الدعم السريع على هذه الحامية المهمة جدا بمدينة نيالا غرب السودان. طيب، المرتزقة يأتون من دول مجاورة على حسب بيانات سابقة إلى الجيش يتهم فيها هذه الدول بمرد قوات الدعم السريع بالمرتزقة الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة. هؤلاء المرتزقة يأتون برغبة منهم، ليس من حكومات الدول تدفع بهم، ولكن يأتون مقابل المال وما شابه ذلك للقتال مع قوات الدعم السريع. القوات المسلحة سجلت اليوم يعتبر هذا يعني انتصار كبير لها في هذه المدينة المهمة والاستراتيجية أيضا بالنسبة لقوات الدعم السريع. نعم، لكن عثمان، يعني هل يمكنك توضيح حجم الخسائر التي تكبدتها ميليشيا الدعم السريع خلال هذا الهجوم؟ بيان القوات المسلحة وصفها بالخسائر الكبيرة في الأرواح وفي العتاد، وقال إن القوات التي هاجمت عدد منها الذي نجا من الأسر أو من القتل فروا من المنطقة التي هجموها هي 13 مشاة، ولكن لم يوضح عدد المركبات التي تم تدميرها ولم يوضح عدد القتلى في صفوف قوات الدعم السريع، ولكن وصفه بالانتصار الكبير ووصفه بأنه هذا كان أكبر هجوم تقوم به قوات الدعم السريع على هذه الحامية المهمة. طيب، كيف استقبلت مدينة الفاشر قافلة الدعم التي تضم 1400 شاحنة، وما هي أبرز المواد التي جاءت بها هذه القافلة؟ نعم، هذه القافلة تحركت من ميناء مدينة بورسودان شرقية السودان وعبرت بعدد من الولايات في طريقها إلى ولاية شمال دارفور. قافلة ضخمة جدا تضم أكثر من 1400 شاحنة. طبعا هي هذه القافلة تحركت بحماية من القوات المشتركة المكونة من حركات الكفاح المسلح الموقع على اتفاق جوبا. تحمل هذه الشاحنات مواد غذائية وإمداد طبي وبذور للموسم الزراعي بولايات دارفور، وأيضا صحب هذه طيب، أيضا هل هناك تحديات أو مخاوف تواجه عملية توزيع الدعم الذي وصل في القافلة؟ نعم، كنت معنا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا.